لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الألف واللام دي للعهد. الشجرة التي هي معهودة التي نعهدها. والشجرة الألف واللام تفيد العهد، أي الشجرة التي كانت البيعة تحتها. فعلم ما في قلوبهم من الخير والصدق والطاعة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر. تمام. أثابهم فتحا قريبا. طيب. ومغانم كثيرة يأخذونها في هذا في هذا الفتح. وكان الله عزيزا حكيما. ماشي. عزيزا، العزيز الذي لا يمانع، والذي لا يغالب، الاثنين. يعني إذا أراد أن يفعل شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه، وإذا أراد أحد أن يضره فلا يستطيع أحد أن يضره. واخد بالك؟ يعني يعز، يعني لا يستطيع أن يفعل ما يشاء ولا يمنعه أحد. يعز بفتح العين أي لا يغالب. تمام. وكان الله عزيزا حكيما. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وهي من الحكمة وأيضا من الحكمة وهي المنع. فهو يمنع غيره من أن يريد ما يشاء، يعني إرادته نافذة فوق كل الإرادات سبحانه وتعالى. وأيضا حكيم بمعنى حاكم، والحكم حكمه حكم قدري وحكم شرعي. وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. يبقى ده وعد يا جماعة من الله عز وجل. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. الخطاب إلى الآن لمين؟ للمؤمنين اللي هم أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان، أهل الحديبية. بس بعد كده يا جماعة
الخطاب هيبقى عام، يعني إذا كانت الآيات نزلت في شأن أصحاب الحديبية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. يعني إيه؟ يعني لو حدث لطائفة من المسلمين ما حدث لأهل الحديبية وكان رد فعلهم كما يقولون مثل رد فعل أهل الحديبية كان لهم مصير مثل مصير أهل الحديبية. تمام؟ طيب، يعني فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لو حد عمل نفس اللي عملوا أهل الحديبية سينال هذه المكافآت مثل أهل الحديبية. تمام؟ طيب، وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. يبقى وعدكم الله هذا وعد لجميع ليه؟ لجميع المؤمنين، واخد بالك؟ لأن الوعد ده شيء يكون إيه؟ في المستقبل، مش كده؟ يعني إيه؟ إذا وعدك أحد بشيء أعدك أن أعطيك كذا، يبقى التنفيذ الوعد ده هيكون إمتى؟ في المستقبل مش الآن. طيب، هنا ربنا يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. حتة مغانم كثيرة تأخذونها دي، هل الآية حددت المغانم دي هتكون إمتى وفين؟ ما حددتش. ليه؟ لتشمل كل ما يصدق عليه الوعد. يعني إيه؟ يعني كل غنائم ينالها المسلمون بعد ذلك تدخل في إيه؟ في هذا الوعد. خدت بالك؟ لأن لسه في حروب جاية بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني جاي بعد كده مثلا إيه؟ جاي فتح مكة، مش كده؟ جاي غزوة حنين، جاي غزوة تبوك. خدت بال حضرتك؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاي معركة اليمامة، جاي معركة اليرموك، جاي القادسية، جاي بقى الحروب كلها اللي بين الإسلام وأعدائه إلى قيام الساعة، كل ده داخل في إيه؟ وعدكم الله مغانم كثيرة إيه؟ تأخذونها. وبعدين شوف دي بقى، فعجل لكم هذه، يعني إيه؟ حاجة كده إيه؟ تحت الحساب، حاجة عاجلة تصبيرة. حلو كده؟ تصبيرة دي عشان إيه؟ فعجل لكم هذه ليه؟ لتكون آية للمؤمنين، مش كده؟ يعني آية كأن المؤمنين لما حدث لهم ما حدث اهتزت قلوبهم وتأثروا، فربنا قال لهم عشان إيه؟ يعني تطمئن قلوبكم زيادة وعشان تسكن نفوسكم خدوا دي الأول، عشان إيه؟ دي مقدمة لبقية الإيه؟ الوعود. فعجل لكم هذه، هذه إشارة إليه يا جماعة، خد بالك، هذه إشارة لإيه؟ غنائم خيبر. خد بالك عشان المفسرين اختلفوا في المسألة دي كتير. يا ترى فعجل لكم هذه اللي هو صلح الحديبية، ولا فعجل لكم هذه اللي هي خيبر، فتح خيبر؟ في مفسرون قالوا هذا ومفسرون قالوا ذاك. طيب، منشأ الخلاف بينهم إيه؟ في ما هي الغنيمة؟ الآيات تتكلم عن الغنائم، مش كده؟ الغنيمة هي إيه؟ ما أخذ من العدو بعد قتال أو بمشقة، مش كده؟ ما أخذ من العدو بمشقة، ده المعنى الضيق للإيه؟ للغنيمة. بناء على هذا المعنى يبقى فعجل لكم هذه اللي هي إيه؟ فتح خيبر، لأن دي فعلا خدوا منها الأمتعة وخدوا منها الأموال وخدوا منها البهائم وخدوا منها، خدوا منها ياما جدا. لكن على المعنى الواسع للغنيمة اللي هي مطلق المكاسب، ها؟ أكيد المكاسب اللي حققت من صلح الحديبية أعظم بكثير جدا من إيه؟ من المكاسب اللي حققت من خيبر. انت متفق معايا؟ انت يعني انت واخد بالك من الفرق؟ يعني
وصول المسلمين إلى هذا الصلح في ذلك الوقت ونجاحهم في هذا الامتحان الصعب وصبرهم وتحملهم وصدقهم وطاعتهم، واللي احنا شرحناه ده كله دي مكاسب كبيرة جدا، وذلك ربنا سماه ايه؟ فتحا. أفتح هو؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فلما تقارن انت المكاسب التي حققها المسلمون من صلح الحديبية بالمكاسب التي حققوها من فتح خيبر، لا شك ان المكاسب اللي تم تحقيقها والمصالح اللي تم تحقيقها من صلح الحديبية اكثر من المكاسب التي حققت من فتح خيبر، مع ان صلح الحديبية المسلمون لم يغنموا فيه شيئا. يعني صلح الحديبية ما كانش فيه غنائم، ما كانش فيه متاع، ما كانش فيه أسرى، يعني ما كانش فيه اموال، ما كانش فيه، ما خدوش. فلو وسعنا معنى الغنائم يبقى فعجل لكم هذه اللي هي صلح الحديبية. خدت بال حضرتك؟ اللي هي اقل مكسب فيها نجاتكم من اعدائكم. طب اصبر علي. خلوا الاسئله في الاخر ان شاء الله. ماشي. طيب، وفعجل لكم هذه، لو ضيقنا معنى الغنائم زي ما عرفنا اللي هو ما اخذ من العدو بقتال او بمشقه، يبقى فعجل لكم هذه اللي هي فتح خيبر، زي ما ذكرنا ان كان بين الرجوع من الحديبيه وفتح خيبر شهر. معايا؟ يعني صلح الحديبيه كان في ذي القعده في سنة 6، وفتح خيبر كان في المحرم سنة 7، أول شهر سنة 7. خدت بالك؟ فعجل لكم هذه. خدت بال حضرتك؟ طيب، وكف أيدي الناس عنكم. يا سلام على القرآن دهوت. كف أيدي الناس، كلمة الناس دي كلمة إيه؟ عامة. يجي المفسرون ياخدوا كلمة الناس ويختلفوا فيها. ايه المقصود بالناس هنا؟ هل المقصود بالناس قريش؟ ها؟ ولا المقصود بالناس قبائل العرب؟ ولا المقصود بالناس اليهود؟ ما هو خد بالك، لما خرج المسلمون من المدينة ذاهبين إلى مكة تركوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم في المدينة، صح؟ مين اللي كان معهم في المدينة في ذلك الوقت؟ اليهود. خدت بالك؟ وكان المنافقون، فكان ممكن، وكان حولهم الأعراب، كان ممكن دول يقول لك إيه؟ فرصة، الصحابة مشوا مفيش حد يدافع عن فنخش احنا نهجم عليهم وناخد ده كله. مين اللي منعهم؟ الله عز وجل. هم دول مش ناس ولا ايه؟ داخلين في كلمة الناس ولا لا؟ فكف ايدي ايه؟ الناس. طيب، نشوف المشركون لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو في الطريق علم بذلك المشركون قريش، فجهزوا جيشا بقيادة خالد بن الوليد. الجيش ده رايح المدينة عشان يقابل المسلمين ويحصل قتال بينهم، فالله عز وجل يوجه نبيه إلى أن يمشي جهة اليمين جهة الساحل عشان يتفادى ايه؟ الجيش بتاع خالد، ويتفاجئ خالد بان المسلمين خلفه وليسوا ايه؟ امامه زي ما شرحنا. طيب، لو ما كانش ده كان ممكن هيواجه جيش خالد. كف ايدي الناس عنكم. طيب، لما وصلوا الى الحديبية وحدثت مفاوضات وحدثت مناوشات
وما حصلش قتال، كف أيدي الناس عنكم، مش كده؟ طيب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة وجاء 80 رجلا ما بين 70 و80 من الشباب المشركين، ها، ومعهم أسلحتهم، يريدون الايه؟ الغدر، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه محرمون. المحرم ده لو تفاجئ بالغدر هيقاتل ازاي؟ محتاج يلبس لقمة الحرب، ومحتاج يحمل سلاحه، ومحتاج. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله الرعب في قلوبهم فأسرهم المسلمون جميعا. يبقى مين اللي منعهم دول عنكم؟ الله عز وجل. طيب، وانتوا راجعين من صلح الحديبية، ها، عسكرتم في الطريق أمام قوم مشركين ويكنون العداوة للإسلام والمسلمين. طيب، محتاجين حراسة شديدة، لأن ممكن يطلعوا عليكم وانتوا عددكم قليل بالنسبة للقبائل العرب اللي حواليكم يقتلوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحراسة ودعا بالمغفرة لمن يصعد هذا الجبل، ها، ليكون طريعة للناس للمسلمين، عشان يبقى رسائل للمشركين نحن صحيين. خدت بالك؟ كف أيدي الناس عنكم. لما ذهبتم إلى خيبر، ها، وقاتلتم اليهود، هل حدث قتال؟ لا، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الايه؟ اليهود، وبالتالي دخلتم وأخذتم الغنائم بسهولة ويسر، ولتكون آية للمؤمنين، علامة وتثبيتا لقلوبهم. الغنيمة الأولانية خيبر ديت أو صلح الحديبية على القولين كما بينا آية للمؤمنين، وإيه كمان؟ ويهديكم صراطا مستقيما، ودي أعظم نعمة، أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. طيب، فعل الله ذلك لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. يبقى اللام دي لام الايه؟ التعليل. خلاص، ويهديكم صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هو ايه؟ التزام طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل كانوا قبل ذلك غير مهديين الصراط المستقيم؟ كانوا مهديين، لكن هنا الثبات على الهداية. زي انت مثلا بتقرأ الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. انت تطلب من الله عز وجل ان يهديك الصراط الايه؟ المستقيم. تمام؟ طيب، بتطلب من ربنا ده، انت مهتدي ولا مش مهتدي؟ بدل ان انت بتصلي، يعني انت بتصلي وبتقرأ الفاتحة، انت عاوز ايه احسن من كده؟ ايه؟ وما عندك تقول اهدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك احد اهدى منه صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان في كل ركعة يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طلب الهداية ده يا جماعة، هل طلب انشاء ولا طلب استمرار وثبات؟ هو كده، استمرار وثبات. خدت بال حضرتك؟ ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها. اخرى اللي هي ايه؟ غنائم اخرى، واخد بالك؟ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. هو في حاجه خارجه عن احاطه الله عز وجل؟ احاط الله عز وجل بها بقدرته وبعلمه وارادته ومشيئته، ها، هي دي بس اللي ربنا احاط بها بقدرته؟ لا، وكان الله على كل شيء ايه؟ مش بقى الغنائم دي بس وخلاص، لا، ده كل شيء تتخيله وشيء لا تتخيله الله قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، يا ترى، تعالوا كده نشوفهم الآيات بتقول ايه عن الغنائم ديت. وأثابكم فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. عرفنا ان دي عامة. طيب،
وعداكم الله مغانم كثيرة تأخذونها عامة برضو، فعجل لكم هذه، عرفنا ان هي الحديبية او ايه او خيبر. طيب وبعدين واخرى لم تقدروا عليها، ايه الاخرى دي؟ ايه الغنائم الاخرى دي؟ كثير من المفسرين قال فتح مكة، قال فتح مكة هي الغنائم الاخرى، وده اللي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. طيب يا جماعة، فتح مكة ده كان امتى؟ كان سنة 8، يعني بعد صلح الحديبية بأقل من سنتين، واخد بال حضرتك؟ بعد فتح خيبر بسنة ونص تقريبا، واخد بالك؟ طيب هو المسلمون لما فتحوا مكة أخذوا غنائم؟ لا. عشان كده بنرجع نذكر بالمقصود بالغنائم ايه. لو المقصود بيها المعنى الضيق اللي هو ايه، ما اخذ من العدو من غير بمشقة او بقتال، يبقى فعلا فتح مكة مش هينفع يكون هو هنا المقصود واخرى لم تقدروا عليها. لكن لو اخذ، لو لو لو, لو توسعنا في معنى الغنائم من كل المصالح التي تحققت للمسلمين او كل المكاسب، يبقى فعلا واضح جدا ان فتح مكة، لان انتم ما كنتوش قادرين على مكة وما كنتوش تحلموا انكم تدخلوا مكة اصلا، ومع ذلك تفتحونها بفضل الله عز وجل. ها، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. طيب لو حصل قتال بين المسلمين وبين قريش، ها، ربنا بيقول اهو ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادباء ثم لا يجدون وليا ولا ايه ولا نصيرا. يبقى دي دليل على ايه يا جماعه؟ على ان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف ايه يكون. ايه اللي لم يكن؟ القتال اللي ما حصلش بين المسلمين والكفار في واقعه الحديبيه او غزوه الحديبيه. طب لو حصل، هو ما حصلش، بس لو حصل ربنا هينصركم عليه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. تخيل بقى اللفظ ده صعب جدا، يعني حتى ما قالش لولوا ظهورهم، لا، ولوا الايه؟ الأدبار. والدبر تطلق على ايه؟ على مقعدة الإنسان، خدت بالك؟ فكون الإنسان يمكن عدوه من دبره هذا منتهى الخزي، انت واخد بالك؟ لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا، يعني ايه؟ من يواليهم ويؤيدهم فيما يفعلون، ولا نصير. اصلا ممكن يبقى ولي بس ما يعرفش يعمل لهم حاجه، بيحبهم، بيتعاطف معاهم، بيسمع كلامهم، بيحب انهم ينتصروا، بيكره عدوهم، لكن في النهايه عاجز لا يستطيع لهم شيئا. طب ولا نصير، يبقى مش هيلاقوا حد قوي ينصرهم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا إيه ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله أي طريقة الله عز وجل في نصرة أوليائه. أنتوا شفتوها في غزوة بدر، صح؟ نصركم الله في غزوة بدر. أنتوا شفتوها بعد أحد، بعد ما تحولت الهزيمة إلى نصر في غزوة إيه؟ حمراء الأسد، تمام؟ أنتوا شفتوها في إخراج بني قينقاع وبني النضير وقتل بني قريظة. أنتوا شفتوها في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. ده لو قصرنا على كلمة إن من قبل دي إيه؟ للمسلمين. لا، كثير من المفسرين يوسع المدى ويقول سنة الله التي قد خلت من قبل من نصرة عباء أنبيائه جميعا على مدار الدنيا من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وإلى ما بعد ذلك. إن ربنا قال وحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال الله عز وجل إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الإيه؟ الغالبون. بس دي تيجي إمتى؟ أما أنت اللي تبدأ. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم.
ولو ربنا نصركم محدش يهزمكم أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم إيه من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سنة الله، اعربها إيه سنة؟ ها يا رجل يا طيب، يا رجل يا طيب، ها سنة، ها مفعول مطلق، أحسنت جزاك الله خيرا، مفعول مطلق تقديره لفعل محذوف تقديره سن الله سنته، ممتاز. ممكن تكون منصوبة على المصدر مش كده؟ جميل جدا، بارك الله فيك. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد، يبقى خلت من قبل في التاريخ اللي فات، طب واللي جاي؟ وعده من الله، ولن تجد لسنة الله ايه تبديل، واخد بالك؟ يعني لا زالت سنة الله في نصرة أوليائه ماضية إلى يوم القيامة، لا تبدل ولا تغير. بس المهم نكون ايه، نكون أولياء لله حقا، واضح؟ طيب ما جرى في الأحداث السابقة والبعض يحاول أن يقارنها بالحديبية؟ نقول نعم، الحديبية مثال ونموذج، نموذج يعلمنا أن ننظر إلى المصالح والمفاسد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أننا نتجنب الصدام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإن جاءنا فنتوكل على الله ونعلم أن الله ناصرنا، زي ما حصل لما أشيع أن عثمان قد قتل، يبقى خلاص اتفرض علينا القتال، حنقاتل ما فيش حل تاني. هؤلاء كانوا مشركين أصليين، يعني قريش كانوا مشركين أصليين، أما أن نكفر المسلمين ونعمل نفسنا أبطال ومظلومين وإن احنا جند الله وإن احنا الصح وغيرنا غلط وتعالوا نواجه الأسلحة بصدور عارية، هذا منتهى الغباء، وهذا الذي يعني أخرنا كثيرا وكثيرا وكثيرا، وكاد أن يضيع البلاد والعباد، فضلا عما ضاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقول الحديبية درس، ماذا لو حدث قتال بين المسلمين والمشركين في الحديبية ودخل المسلمون مكة ورفعوا الراية، راية الدولة الإسلامية، ايه اللي كان هيحصل؟ هياخدوا قد ايه؟ كم شهر؟ كم سنة؟ وفي الاخر ايه؟ كل العرب هيجتمعوا عليهم ويستأصلون شأفتهم. طيب السيناريو الثاني اللي تم، كم كان عدد المسلمين في ذلك الوقت في الحديبية؟ 1400. طيب بعد كده في فتح مكة كانوا كم؟ 10,000. جميل. طيب بعد كده في غزوة حنين بشهر 12,000. جميل، يبقى في تزايد اهو، الريتم بيرتفع. طيب في حجة الوداع اللي بعد فتح مكة بسنتين 140,000. طب قارن بين 140 والألف وربعمية، يبقى كم؟ كم ضعف؟ 100 ضعف في خلال كم سنة؟ من سنة 6، هنقوله من سنة 7 لأن كانت سنة شرد القاعدة، 7 و8 و9 و10، 4 سنين، صار 1400 140,000. خدت بالك؟ ده درس ينبغي أن نتعلمه. تمام؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبهذه المناسبة نؤكد على أن المستقبل لهذا الدين،
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بده في أحاديث كثيرة جدا. ها لا يدخلن هذا الدين والله لا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وإيه وأهله. تمام. طيب ممكن أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وعدكم الله مغانم كثيرة في الحروب المستقبلة مع فارس والروم، ما كنتم تحلمون حتى أنكم تقاتلوا فارس والروم وتاخذوا منهم غنائم، لكن الله عز وجل يسر لكم ذلك. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يعني إيه سبب نزول هذه الآية؟ ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن 80 أو رجالا ما بين 70 و80 أرادوا الغدر من قريش، وجاءوا إيه ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم المسلمين، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمكنه الله منهم وأخذهم أسرى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من عهد؟ قالوا لا. قال هل أعطاكم أحد أمانا؟ قالوا لا. فطبعا من حقه أن يقتلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى إيه؟ عفى عنهم، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز الصلح. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب الصلح، واخد بالك؟ يعني في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني وصل الحديبية وكده أرسل رجلا حكيما إلى قريش تقريبا هو بديل بن ورقاء، وقال له يعني والله لو سألوني خطة رشد يعظمون بها البيت لأجبتهم إيه إليه. تمام. فالرواية بتبين النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصلح. أيا كان الأمر في الآخر هذا من فضل الله، لأن لو حصل يا جماعة في الوقت ده وحصل قتال خلاص ما تعرفش العاقبة هتكون إيه، وممكن الصلح يعني إيه ينقض، وبالتالي إيه العاقبة بعد كده ما تعرفش. أنت ممكن تولع عود الكبريت بس ما تعرفش هتطفيه ولا لا. تمام. طيب وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، واضحة دي؟ يعني إيه ما خلهمش يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلوكم، وبرضه كف أيديكم عنهم بأن عفوتم إيه عنهم ببطن مكة من بعد إيه يعني أظفركم عليهم أخذتمهم إيه أسرى. هو أنت لما تيجي كده بالحسابات المادية، ناس لابسين الإحرام ومعهمش إلا السيف بتاعهم، واخد بالك، وحتى لو معهم سلاح وجايلهم ناس مدججين بالسلاح وبيغدروا بيهم هيقدروا يعملهم حاجة؟ لكن دي من عند ربنا، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون إيه بصيرا، يعني بصير بأعمالكم فيجازيكم إيه عليها، إن خيرا فخير وإن شرا إيه فشر. تمام. ثم يقول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الساعة كم يا شيخ؟ 42. يعني هؤلاء الكفار المشركون هم الذين كفروا، وكمان ايه وصدوكم عن المسجد الحرام، ودي عيروا بها ان ازاي يمنع حد من المسجد الحرام، والهدي معكوفا يعني انتوا بعتوا لهم الهدي امامكم بتعرفوهم ان انتوا جايين ايه جايين عمره مش جايين لقتال، ان يبلغ محله، منعوا الهدي اللي رايح للكعبه محله عند الكعبه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اللي هم فين يا جماعة؟ في ناس مؤمنين في مكة رجال ونساء لم تعلموهم، انتم مش عارفينهم
هتميزهم ازاي؟ في ناس بيستخفوا باسلامهم مش هتحملوا العذاب، وفي ناس بيعذبوا. ان تطأوهم، ممكن الخيل بتاعتكم تطأهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني ايه؟ اكيد ده هيزعلكم، ان انتوا لما تعرفوا انكم قتلتوا ناس مسلمين، واخد بالك، وانتوا متعرفوش، اكيد هتزعلوا، واخد بالك، وبعدين بغير علم، يعني انتوا معذورين. وبعدين كمان يا جماعة، ليدخل الله في رحمته من يشاء، عشان برضو الناس اللي هي كفار حاليا اكيد فيه منهم عدد كبير حيه هيسلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما دخل مكة، ها، طلع معاه في غزوة حنين، كم واحد من مكة يقتله؟ 2000، غير اللي اسلموا اكثر من ذلك، والصبيان والنساء، واخد بالك، وكده. فرحمة من الله عز وجل، ها، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني لو تميز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات، وكان خلاص الكفار بس اللي في المواجهة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟ أليما. تمام كده؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، اذكر يا محمد وقت، إذ يعني بمعنى وقت، يبقى مفعول في محل نصب مفعول لفعل ايه مقدر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الحمية اللي هي العصبية، حمية الجاهلية. هم قالوا ايه جماعة القريش من ضمن الشروط؟ قالوا لا تدخل مكة هذا العام حتى لا يتحدث العرب انك دخلتها ايه؟ عنوة او ضغطة. ماشي، يبقى كده دي ناس مش بتفكر في ايه؟ مش بتفكر في دين ولا بتفكر في، لا، هم عاوزين العرب هيقولوا ايه. ماشي كده، حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته، طمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى ختم الكلام هو بايه؟ بالكلام عن السكينة. هو في الأول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة الايه؟ كل كلمة خير، كل ذكر الله عز وجل فهو كلمة التقوى. وخير ذلك ايه؟ قول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الله أكبر، والله ده تزكية كبيرة من ربنا سبحانه، إنه شهد لهم إيه؟ بالتقوى والإخلاص. وبعد كده هنلاقي مثلا في آخر آية في الصورة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إيه؟ شايف إزاي؟ يبتغون فضلا من ربهم وإيه؟ ورضوانه. ده شهادة بالإخلاص من الله عز وجل مقلب القلوب. واضح كده؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يبقى أنت ما تقعدش تفكر بقى وتقعد تحلل وتعمل، لا، العليم بكل شيء هو الذي دبر هذه الأمور وقدرها لتسير على هذا النحو الذي سارت عليه، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش حد يقعد يخترع او يحلل او كده. وكان الله بكل شيء ايه؟ عليمة. يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في اي استفسار في الايات، اي استفسار في الايات تفضل. ما حددش يا جماعة القرآن اخ بس على قول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نلاحظ في القرآن من بلاغة القرآن الألفاظ العامة، الألفاظ العامة التي تحتمل إيه؟ معاني كثيرة. طب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يا ترى العذاب ده في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاثنين؟ خليها كده عامة. طب ولو حصل إن إحنا قلنا في الدنيا وفي الآخرة، في تعارض بينهم؟ مفيش. وزي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما
القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه. نعم، حد له استفسار آخر؟ طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.